ضمن سلسلة محاضرات في تعلم الرسم والتلوين يأتي هذا الدرس المهم، هو رسم الطبيعة الحية. بعد أن تعلمتم رسم الطبيعة الصامتة، ننتقل الآن إلى رسم المنظر الطبيعي. كيف تتعلم ترسم الشجرة والجبل والشارع والنهر وغير ذلك، وهي الخطوة الثانية في تعلم الرسم. تابعوني في هذا الفيديو المهم. هذا منظر طبيعي تجده في معظم دول العالم، تلك التي بها جبال ووديان. خط الأفق يقسم المشهد إلى قسمين، علوي وسفلي، جبال وقشب. ما يميز هذا المشهد هو المنظور الواضح جداً، مجموعة الأشجار التي ممتدة من الجانبين وتنتهي في نقطة التلاشي في وسط المنظر الطبيعي. الشارع يبدأ من الأسفل وينتهي منحنيا حتى نقطة التلاشي. أما مساحة الأرض الممتدة من خط الأفق إلى الأسفل فهي عدة طبقات من 1 إلى 6 تقريبا. أما الجبال فهي 3 طبقات، 1، 2، 3 تقريبا. والأشجار أيضا عند الطبقات 1، 2، 3 بكل واحدة بلون، وحتى السماء طبقتين، 1، 2. والآن نبدأ في رسم المنظر. هذا هو خط الأفق في الوسط، وهذه سلسلة الأشجار من الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وهذه سلسلة جبلية. وهذا الشارع كيف يبدو بشكل منظور. الآن ممكن أنه أصلح الأخطاء اللي صارت عندي بالشكل هذا، ولكن الملاحظة اللي دائما أركز عليها أنه لا تمسح الخطأ إلا الصلحة، يعني صلحة بالقلم، بخطوط القلم ثم تمسح. تصلح يلا تمسح، تصلح يلا تمسح القلم الرصاص، يعني ما تجي تمسحه وبعدين ما تعرف من الخطأ، ما تعرف الخطأ من الصح. هذه هي السلسلة الجبلية. الآن سأقوم برسم الأشياء المهمة الموجودة بالمنظر الطبيعي. وأهم ما يميز المنظر هو ما بين القسمين، قسم العلوي والقسم السفلي، اللي هو العلوي يعني من خط الأفق تبدأ، كيف تبدأ الأشجار وبعدها وقربها. فأضعت خطوط للتفاصيل، أحدد مثلا من جهة اليسار. الآن شوف، الآن هذه السلسلة تبدأ من اليسار أعلى، أعطيها شوية درجة من التون قلم الرصاص. يعني الآن أوضع حتى أميز، يعني أسوي مقارنة أو بين التونات، يعني أركز على درجات الخطوط وعلى سطوح العناصر، عناصر الأشجار اللي أشوفها. يعني هناك أشجار غامقة، أشجار داكنة، أعطيها الأساسيات الأولى قبل أن أدخل بالتفاصيل، لأنه ثم تأتي بالتدرج، تبدأ من الأسفل حتى توصل إلى نهاية نقطة التلاشي. الآن تمسح الخطأ نظفه
حتى يكون عندك الخطوط الأولى أو التخطيط الأول للمنظر جاهز حتى تبدأ برسم التفاصيل. تأكيد على المنظور مهم جدا. الشارع يعني لابد أنه تعطي حتى شوف العمل أعطي درجة الأقرب فيها يكون داكن، لكن كل ما يبتعد يصير أغمق. الخط اللي وضحته في الأول لنهاية الشارع هو أساس للخط، ليس هذا العمق. سترى ذلك في نهاية الرسم كيف يصبح هذا الخط. خطوط الشارع تكون بهالشكل هذا. وهنا نشوف النبات العشب من بعيد يبدو وكأنه خفيف، يعني درجات الأعشاب كل ما يتقرب يكون أعلى وأكبر ويكون داكن. وهكذا وضعت الأساس الأول لهذا المنظر. أتمنى أنه قد استفادته بشكل جيد منه. هذه هي البدايات الأولى لرسم المنظر. الآن شوف، حاول قد إمكاني أنه أعطي فرق بين الأشجار القريبة وسلسلة مجموعة الأشجار البعيدة. وممكن أنه هذا المنظر أضيف لأشياء من عندي، مثل النخلة أرسم نخلة للعمانية أو عراقية بهالشكل. نعم والله أحتاج أرسم نخلة أخرى أبعد من عندي. نعم حتى أميز أبدي هذا أوضع أساسيات للغيوم. أرسم لي نخلة أخرى أحسن ما بين النخلتين حتى يبين المنظور فيها واضح. أكمل رسم المنظر الطبيعي وسأستخدم قلمين، الأول HB والثاني B6، وسأبدأ بقلم HB هذا الذي الآن أخطط لي كما بدأت في الأول. وأحب أن أذكركم بأن طبقات ومستويات النظر تأتي من خلال الخطوط التي الآن أشتغل عليها على الجبال وعلى الأشجار وعلى الأرض. أرجو متابعة حركة القلم كيف يتحرك. هذه طبقة الجبال الأولى المتقدمة في الأمام، حاول أن أعطيها الدرجة التي أراها أمامي في الصورة، صورة المنظر الطبيعي. تركيز على الضوء والظل وعلى التكستشر. التكستشر هو وجود النتوءات، الصخور الجبلية وهكذا. أستطيع أن أحرك القلم بالطريقة التي تظهر أو يبدو فيها التكستشر واضح. المناطق الأكثر غمقا هي من جهة اليسار، وكأنما الضوء ضوء الشمس تأتي من جهة يدي اليمنى التي أرسم فيها. هذه المنطقة شوي صار أغمق، حرك القلم عليها بدون تردد ودون خوف. الانحدار
يأتي مع حركة القلم، حركة القلم. نعم. هذه المنطقة هي بعيدة عليه الآن، يعني أنا أرسم وكأنما أنه تبعد الجبال عني بحدود 3 كيلومترات، فكيف أظهر هذه المساحة، المسافة من مقدمة المنظر إلى الأخير؟ سوف ترون من خلال الجزء البعيد فاتحا يصبح بالألوان، الألوان يكون تكون ألوان باردة، أما عندما يكون في ترسم مقدمة اللوحة أو الرسمة يكون هنا بالتخطيط بالرسم يكون أتكن. هذه سلسلة الأشجار أعطيها درجتها، التونات أقصد الدرجة والتون. نعم. هذه مجموعة أشجار متسلسلة بالطبع، يعني جزء بعد جزء، قسم متقدم وقسم آخر بعده، كل واحدة لابد أنه تعطيها درجتها الظلية ودرجتها التي تظهر أو تشوفها أمامك. يعني هذه شوف النخلة حتى أعطيها ميزتها، أعطيتها أغمق حتى تكون أقرب، وكذلك هذه الشجيرات أعتني بها. نعم، هذه المساحة اللي موجودة هي اختلاف بين الأشجار و درجة الجبال. شوف نعم. هذه نقطة التلاشي هنا بالضبط، هذه المنطقة حيث يلتقي نهاية الشارع، وهنا أيضا مجموعة الأشجار التي جاء تقريبا متأتية من الجانب الأيسر، ايضا اعطيها درجة من الظلال او تون مستوى ظلي. الان شوف الجبال تبدو لك بعيدة ثم تأتي الاشجار ثم طبقة اشجار اخرى، هذه التي الان اضع عليها على خط الظلال ظل الاشجار الساقط، لان الشمس ليست عمودية متأتية من الجانب الأيمن، فالظلال تصير على شكل خط. نعم، هنا أعمق. أرجع على الجبل أحاول أنه أوازن بين المستويات الظلال، مناطق فيها عمق فيها ظلال أحاول أنه أبينها من خلال استخدامي لقلم البي 6 هذا. الآن شوف بديت الآن أريد أعطي مساحة، هذه اللي قلت عليها بحدود 3 كيلومتر من عندي المكان الذي أرسم به إلى نهاية خط الأفق. المنطقة الأقرب تصير أغمق، وكل ما يبتعد نحو الأفق درجة الظلال تخفت، وهنا أنا لازم أغمق، أغمق بعد أكثر 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 أكثر. ومن الجهة اليسار أيضا نفس الشيء، لأنها مساحتين
الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ثم الشارع أيضا من بعيد يعني لازم يختلف عن العشب. ودرجة لون الشارع طبعا ما لون 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 بقلم الرصاص أعطي يصير القريب أغمق، هذا البلاط أسود تقريبا، لكنه عندما يكون من بعيد ما يكون بلاط أسود، يكون فاتح اللون، فاتح الظلال. وأيضا يعطي نوع من التكسر بالطريقة التي أنت الطريقة التي الآن حرك بها القلم. الآن أحاول أنه أبين العشب من بعيد يعني وكأنما نقاط ظاهرة. طبعا في الرسام يحاول يكون هادئ وياخذ وقته. انا رسمت هذا المنظر بشكل سريع يعني يحتاج تأني وصبر حتى توصل الى هذا النوع من التكسر. الان هذه هي طبقة العشب. العشب كل ما يبتعد يصل، كل ما يقترب يكون أطول، الأعواد تكون أطول وتكون أغمق من خلال الضغط بالقلم واستخدام درجة قلم غامقة مثل هذا القلم اللي أستخدمه هو B6. هكذا العشب في يعطي جمالية أكثر عندما يكون. حركة سريعة تظهر فيها النبات العشب الذي الآن نشوف درجات هذا السماء أيضا أعطيها ما خليها لون أبيض، أعطيها لون السماء ليس لونا. وهذه الغيوم أبحث عن مناطق الغمق الغامقة، أو الغمق هو العمق الأعماق هي التي تعطي حيوية الرسم والتخطيط، وبالتالي تفهمك شنو معنات اللون، وين تضع اللون الغامق واللون اللي هذا وسط الشارع. حاول أن أضعه في الممحاة في المساحة، أطلع هذا البياض. هكذا هو الآن أصبح عندنا منظر طبيعي مرسوم قلم الرصاص. هذه بعض الصخور التي موجودة في جهة اليسار. هذا سحر، هذا هو سر التعلم
في رسم المنظور. أحبتي، أرجو أنكم قد استمتعتم في هذا الدرس المهم، رسم الطبيعة الحية، منظر طبيعي بقلم رصاص. أرجو منكم أن تقوموا بتمارين مهمة جدا مثل ما رسمت وضمن الخطوات التي استخدمتها، وراسلوني على قناتي حكي أعطيكم الملاحظات. مع تحيات دكتور صبيح كلش.